انتشرت مساء الجمعة أنباء عن وفاة الإعلامية الكويتية أنيسة جعفر المعروفة بلقب ماما أنيسة بعد وعكة صحية تعرضت لها وأدخلت على إثرها المستشفى الأميري في الكويت. من جانبها نفت الإعلامية الكويتية ميل عيدان ما يتداول عن وفاة ماما أنيسة، وقالت العيدان في تغريدة ما يتم تداوله عبر السوشيال ميديا عن وفاة الإعلامية الكويتية أنيسة جعفر ماما أنيسة غير صحيح. كما نفت الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل فجر السعيد ما يشاع عن وفاة ماما أنيسة، وقالت فجر السعيد في تغريدة بحسابها في تويتر: يا جماعة صلوا على النبي وتعوذوا من إبليس، ماما أنيسة بخير وتحتاج منكم الدعاء. أنا اليوم كلمتها بالتليفون الساعة 7 وصوتها أحسن وقالت لي الحمد لله، الطبيب يقول لها بديتي تتجاوبين مع العلاج، حسبي الله ونعم الوكيل في كل من كتب وروج لها الإشاعة. انتو شنو؟ وقبل أيام شعرت أنيسة جعفر 86 عاما بتعب مفاجئ، فقرر الأطباء ضرورة بقائها في المستشفى إلى حين تحسن وضعها الصحي بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية. وأكدت أنيسة جعفر أن وضعها الصحي مستقر، مضيفة: أنتظر فقط أوامر الفريق الطبي كي يسمح لي بالخروج من المستشفى، وأرجو من أهل الكويت الدعاء لي حتى يمن الله علي بالشفاء. وتابعت مام أنيسة: أهل الكويت على راسي كلهم، شكرا على سؤالهم على صحتي، وهذا ليس بغريب على أهل الكويت الطيبين. وطالبت أنيسة جعفر الكويتين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتمنت أن تزول غمة الجائحة عن الأمة بأكملها كي تعود الحياة الطبيعية. كما تصدر هاشتاك ماما أنيسة الترند عبر تويتر في الكويت، وتفاعل خلاله المغردون مع الخبر، وكان أولهم الفنان الكويتي طارق العالي، والذي كتب: الله يشافيك ويعافيك ويطول بعمرك ويلبسك ثوب الصحة والعافية يا رب العالمين. آمنا الغالية أمنا الغالية أم الكل، أمنا الحنونة، ادعوا لها. كذلك غردت الفنانة نوال الكويتي عبر تويتر بصورة ماما أنيسة، وعلقت: سلامات يا الغالية يا أم كل الكويتيين، عسى الله يقويك وتقومين بالسلامة إن شاء الله، أجر وعافية يا ماما. كما تداول ناشطون صورة يظهر فيها رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم برفقة رئيس الهلال الأحمر هلال الساير في زيارة للإطمئنان على صحة أنيسة جعفر. وسبق أن تعرضت أنيسة في يونيو 2019 إلى التهاب رئوي حاد وعدم استقرار في الضغط والسكري، ودخلت على إثر ذلك حينها المستشفى. الجدير بالذكر أن أنيسة جعفر تعد واحدة من أبرز إعلاميات الكويت، عرفت بين المواطنين بماما أنيسة بتقديمها برنامج الأطفال على مدار سنوات طويلة في الإذاعة والتلفزيون. كما قدمت أنيسة جعفر في الإذاعة برامج ماما أنيسة والصغار، ماما أنيسة والشباب للحديث مع الشباب. كما تولت أنيسة عدة مناصب خلال مسيرتها منها رئيسة قسم برامج تلفزيون بإدارة النشاط المدرسي ووزارة التربية، ورئيس قسم المكتبة والإعلام في إدارة تعليم الكبار ومحو الأمية بوزارة التربية، وتقاعدت عن العمل 1987.